أنا سمعت، أنا أقرأ في الكتاب ولا أفهم في هذا الليل في حديث لعنة الله على اليهود والنصارى الذي يفتح قبور أنبياء ومرسلين. السؤال: هل هذا الدليل بمعنى يجوز نبنى مسجد أول ثم يأتي قبور فيه؟ مسجد مصدر ميمي في اللغة العربية التي أنت ضعيف فيها، مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث، فهذا معناه أنهم يسجدون لمن في القبر. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فمن يعبد الأنبياء الله ينهي عليهم هذا النعي، فمسجد هنا ليس جامع، لا علاقة بهذا بذاك. سيدنا الحسين، في سيدنا الحسين مدفون وبني عليه جامع. سيدنا الإمام الشافعي عندما كانت مقابر بنى الكامل عليه جامعا، لا بأس هذا باتفاق العلماء عبر القرون إلى أن خرجت النابتة تتكلم عنه. لا بأس هذا باتفاق العلماء عبر القرون إلى أن خرجت النابتة تتكلم عنه. بعض أهل الباطل ممن يفعلون هذا الفعل الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن فاعليه من النصارى واليهود، بعض من يفعل هذا الفعل يذهب بفهمه للحديث مذهبا بعيدا، فماذا يقول؟ يقولون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أنهم يسجدون على القبر، يضع جبهته في سجوده على القبر، على القبر نفسه يسجد عليه، يقول هذا هو المراد بالنهي، وخلصوا بذلك إلى جواز تحري العبادة عند القبور، تحري الدعاء عند القبور، تحري الصلاة عند القبور. كل هذه الأمور قالوا لا شيء فيها ولا بأس من فعلها والحديث لا يشملها. فانظر خطورة دعاة الباطل على الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، لأن أئمة الضلال يحرفون أفهام الناس ويبعدونهم عن الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بدقائق ولحظات يسيرة لعنهم على هذا الفعل، على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. وهذا كله تحذير للأمة من أن تصنع صنيع هؤلاء وتفعل فعل هؤلاء. وهنا يجب على كل مسلم أن يفهم ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كما بين أهل العلم يتناول أمرين: الأمر الأول وضع الأبنية، وقد مر معنا قريبا في حديث أم سلمة قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح ماذا؟ بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. إذن هذا الأمر الأول، اتخاذ القبور مساجد، يكون ببناء المساجد عليها، يبنى عليها بناء فتكون بقعة مخصصة لماذا؟ للعبادة. الأمر الثاني أن تخصص أو يخصص قبر النبي أو قبر الولي أو قبر الرجل الصالح لتحري العبادة عنده بالصلاة والدعاء
والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال، بأن تتحرى هذه الأعمال عند القبور، فمن فعل ذلك فقد اتخذها مسجدا، أي اتخذها مكانا للعبادة حتى ولو لم يبنى عليها بناء. فإذا الأمر يتناول وضع البناء ويتناول أيضا فعل العمل ولو لم يوجد البناء، أن يتحرى الصلاة أو الدعاء أو العبادة أو السجود أو الصلاة عند القبر، فمن فعل ذلك فقد اتخذ القبر مسجدا. جاء الإسلام بالمنع من ذلك، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مرة ثانية أقول: اتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين، بوضع الأبنية عليها، أن يبنى البناء على القبر، أو بجعلها مكانا للعبادة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا. كل بقعة في الأرض تسمى مسجدا، أي إذا أدركتك الصلاة صلي فيها. فإذا سواء بني على القبور أو لم يبنى عليها، يحرم اتخاذها مساجد، أي أماكن للعبادة. ولهذا قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه القبور، ويستثنى منه أيضا الحمامات. القبور مستثنات. لو جاء شخص إلى مكان فيه قبر وصلى وقال: قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يقال له: هذا المكان مستثنى، ما يصلى هنا، ولا تجوز الصلاة هنا، ولا تصح الصلاة هنا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا يجوز أن تتحرى الصلاة عند القبور، لأن هذا من ذرائع الشرك.